سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس، الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد العذراء سيدة الجنة المقفلة، وذلك في الدير المشادي على اسمها الطاهر في بلدة أرطاس بمحافظة بيت لحم، بحضور جمع كبير من المؤمنين ومشاركة كشافة تيرا سانتا نسور المهد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. كلك جميلة وليس فيك عيب، جنة مقفلة وينبوع مختوم. تعظم تعظم، هتفت للرب مريم. أقيم قداس احتفالي في كنيسة الجنة المقفلة في أرطاس بمحافظة بيت لحم بمناسبة عيد مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة، حيث ترأس المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في القدس وفلسطين القداس الاحتفالي بمشاركة عدد كبير من الكهنة وبمشاركة الشمامسة من المعهد الإكليريكي. احتفلنا هذه المرة هذه السنة بقداس العذراء سيدة الجنة المقفلة، وأيضا بالدورة السنوية التي يشارك فيها رعايانا من بيت لحم، بيت صحور، بيت جالة، القدس، مع الكشافة وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤسسات القائمة في مدينة بيت لحم. هذا الدير اللي احنا فيه يسمى دير إرطاس، وفي راهبات يسموا رهبات إرطاس أو رهبات الجنة المقفلة. في هون بيت ضيافة للحجاج، وسابقا كان في مدرسة داخلي للبنات، و لأنه بطل في طلب على هذا أغلقت المدرسة، لكن بقيوا الرهبات يصلوا ويكرموا مريم العذراء تحت لقب سيدة الجنة المقفلة والعين المختومة، إشارة إلى بتوليتها الدائمة وقداستها الكاملة. كل عام وجميع المشاهدين بألف خير. حيث امتلأت الكنيسة بالراهبات وممثلي المؤسسات في المدينة والمؤمنين والجوقة التي أحيت القداس وبمشاركة كشافة تيرا سانتا نسور المهد. وتلى القداس الإلهي المسيرة السنوية بالتطواف في ساحات الكنيسة وتمثال العذراء مريم المكلل بالورود محمولاً على الأكتاف وأيقونة والدة الإله. تخلل التطواف صلاة وترتيل، وقبل إعطاء البركة الختمية للجميع تليت صلاة شكر لأمنا مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة والينبوع المختوم، وبعدها أقيم حفل استقبال في الدير. إلي حوالي أكثر من 10-15 سنة كل سنة باجي هنا بهذا العيد حتى أعيد مع الموجودين. فأنا أصلاً من وأنا بنت صغيرة تربيت في هذا الدير، بحب أجي كل سنة أحضر عيد العذراء. مريم العذراء أم الجميع، تباركنا وتبارك العالم وتبعد الشر عنا. هذا هو صلاتنا ودعائنا لمريم العذراء في هذا النهار، إن شاء الله يحل سلام بالعالم أجمع ويبعد الشرور عن الكل. عيد الجنة المقفلة الدير في إرطاس، وهو دير كتير مشهور ومعروف. نحن كل سنة منيجي منشارك بهذا العيد، كل سنة وأنتم سالمين باليوم المميز مع الجنة المقفلة. يا مريم سيدة الجنة المقفلة صلي لنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة الجنة المقفلة أرطاس. يا مريم سيدة العين المختومة صلي لنا.